وصلنا المرة اللي فاتت ان انا عملت الثلاث ملفات بتوع الاوتوكاد، ملف للدور البدروم وملف للدور الارضي وملف للدور المتكرر. الثلاث ملفات دول قبل كل لير منهم كنا بنكتب ايتابس، ايتابس سلاب، ايتابس اوبننج، ايتابس بيم واحد واثنين وثلاثة، وايتابس كلب. عايز ابدا ارسم بقى الموديل الثري دي بتاعي على برنامج الايتابس. طيب برنامج الساب او السيف او الايتاب الواجهة بتاعتهم تقريبا بنسبة 90% واحدة، مفيش فيها اختلافات. هل انا بقى هقعد كل مرة ديفاين او اليونت والجريد وبعد كده ديفاين الماتيريال وديفاين السكشن والكلام ده؟ خلاص انا عرفت السكة، عرفت اعمل الحاجات دي منين. في تمبلت جاهزة انا هبدأ بيها، فايل نيو موديل او من هنا نيو موديل. خلاص ما تبدأش بالصفر، انا مريحك، انا اقول لك يوز سيتنج فروم موديل فايل. في موديل جاهز، في قطاعات كتير متعرفه، في احمال كتير متعرفه، في كل حاجه هتحتاجها وانت شغال. اقول له اوكي. ده ملف التمبلت، اقول له اوبن. وانا ببدا بالسكاشن بالماتيريال بكل حاجه متعرفه عندي من هنا، هخليه بلانك. سيبك من ده، انا عايز عدد الادوار كام؟ انا عندي بدروم وارضي و13 متكرر، يبقى كام دور؟ 15. التيبيكال ستوري هايت، ارتفاع الدور المتكرر بكام؟ البوتوم ستوري هايت، ارتفاع الدور البدروم بكام؟ سيبهم ثلاثات. طب تعالى نلف لفه في التمبلت دي اعرف فيها ايه الاول قبل ما ابدا شغل. لو رحت للفاينل سيكشن بروبرتي الفريم سيكشن هتلاقيني معرف لك الكاميرات اللي هتقابلك 12 في 50، 12 في 60، 12 في 70، 12 في 25 لحد 25 في 70. عندي حاجه ثانيه، اد نيو بروبرتي وعرف بقى بايدك. بس بيتهيألي مش هيقابلك اكتر من كده. قطاعات العمدان 25 في 25 لحد 40 في متر 80، ما هتروح فين اكتر من كده. عمدان دائريه من 25 لحد 80 سم. عمدان مربعه 35 في 35 لحد 70 في 70. كل دي القطاعات اللي انت ممكن تقابلك وانت شغال. ديفاين سيكشن سلاب سيكشن هتلاقيني معرف لك من 12 لحد 30 سم. مش عاجبك اد نيو. ديفاين سيكشن بروبرتيز وول سيكشن 25 30 و35. ديفاين لود باتر الديد واللايف والرياح والزلازل. اختصرت عليك وقت مش اكتر. طيب عايز ابدا بقى ارسم، انا خلاص كده جبت ورقه فاضيه عايز ابدا ارسم. اقول له فايل امبورت دي اكس اف دروينج file of architectural plan. مش دول الثلاث ملفات اللي كنا وصلنا لهم؟ ناخد البيزمنت واقول له اوبن. وحداتك ايه؟ المتر. استورده في انهي دور؟ البيز ده الاساسات؟ لا طبعا. ستوري واحد ده سقف البدروم، مش هو ده؟ اقول له اوكي. جاب لي الليارات بس شفافه. فايل امبورت دي اكس اف دروينج، اجيب الجراوند اغير بس الدور جراوند ستوري 2. فايل امبورت دي اكس اف دروينج ريبليكيتد، ده في ستوري 3 وانا هعمل له ريبليكيت بعد كده او هكرره. تمام. هنا ما جابليش حاجه، ليه هم ظاهرين معايا هنا؟ ده ال 3 دي، هنا ده البلان اللي اسمه ستوري 15. انت استوريت حاجه في ستوري 15 اتنقل ما بين الادوار. لو انت ضغط هنا الاسهم دي مش هتبقى متفعله، يعني انت في ال 3 دي هتتنقل فين؟ انما ده بلان هتلاقيه بيقول لك انت اطلع او انزل. انا ستوري 15 بعد هينزل للبيز، بعده ستوري ايه؟ واحد قام جايب لي سقف البدروم. عايز ابدا ارسم، وليكن انا هبدا برسم البلاطات درو فلور قول صح؟ قائمة درو متفرغة معاك هنا، درو فلور. التخانة بتاعت البلاطة اسمها ايه؟ انا هعرف للبلاطات الفلات سلاب مبدئيا 20 سنتي، والبلاطات السوليد سلاب مبدئيا 12 سنتي، لان 20 دي فلات مفيش كاميرات. ديسبلاي بدل ما هترسم من هنا بص كده، اللير اللي اسمها دي اسمها ايتاب سلاب، مش دي اللير بتاع البلاطه؟ كليك يمين عليها واد اري. شفت اللي حصل؟ طيب انا عايز ارسم الفتحه،
خلي البروبرتي دي بدل ما هي 20 سم خليها اوبننج. اتاب اوبننج فين؟ كليك يمين واد اريا. عايز ارسم العمدان كليك يمين واد كولر. رسم لك العمدان كلها. عندك حاجه لسه هنا؟ كده البدروم خلص. اطلع الدور اللي فوق. عايز ارسم البلاطه اكني هرسم بلاطه، واخلي البروبرتي بتاعتها دي سوليد سلاب يعني 12 سم. اي تابس سلاب كليك يمين واد اريا. اخلي دي اوبننج وكليك يمين واد اريا. العمدان سيبك منها، ما انا كده كده عملتها في البدروم اكررها. الكاميرات درو بيم، مش انت عندك كاميرات رئيسيه وثانويه وثانويه راكبه على الثانويه؟ ابدا الرئيسيه خليها 12 في 70 اللي هي اسمها ايتاب بيم ايه؟ واحد. شوف ايه اللي هيحصل هنا. اد بيم كل الكاميرات اترسمت. هل 12 في 70 دي 12 في 60؟ اد بيم كاميرات الثانويه اترسمت بالبروبرتي اللي اسمها 12 في 60. 12 في 50 دي الليارات اللي احنا عاملينها. 12 في 50 كليك يمين واد بيم. كده رسمت الايه؟ البلاطات والفتحات والكاميرات، ما عادش عندي حاجه هنا. نطلع الدور اللي فوق. عايز ارسم البلاطه والفتحات بس ما فيش عندي كاميرات. درو سلاب دي فلات سلاب يبقى 20 سم. كليك يمين واد اريا. اخليها اوبننج. كليك يمين واد اريا. كده خلصنا رسم. انزل تحت على دور البدروم. باقي لك ايه هنا؟ الحوايط. الحوايط للاسف فيها مشكله، انا ممكن اضغط على الايتاب وول دي واد وول بس ما بتجيش مظبوطه. لا الحيطه مش مظبوطه هنا، فهنعمل ايه؟ ايه رايك لو جيت على الحيطه؟ السنتر لاين، مش انا كنت قلت لك ارسم سنتر لاين للحيطه؟ جيت على السنتر لاين ده ورسمت كاميرا. ايه الامر اللي بيحول لي من كاميرا لبلاطه؟ مش اكسترود؟ وانا هرسم كاميرا وبعد كده اعمل لها اكسترود زي ما كنا بنعمل في الخزان. يبقى درو بيم، انا عايز ارسم الحيطه دلوقتي بس انا هرسم الكاميرا وبعد كده اعمل لها اكسترود. هات اي بروبرتي انت مش مستخدمها زي ستيل كولم مثلا. واجي على ده كده الايتابس وول كليك يمين واد بيم. عايز احول ده لحوايط، ارسم حوايط. بدل ما هي اوبننج خليها اقول 30 سم. اقول له سيلكت سيلكت بروبرتيز فريم سيكشن اللي اسمه ستيل كولم. اديت اكسترود ولا ريبليكيت؟ اكسترود. انا هحول حاجه لاين لاريا، مش انا اقول عندي ثلاثه اوبجكت، عندي بوينت عندي لاين عندي اريا. لما اجي اعمل اكسترود للبوينت هيحولها لي للفريم، لما اجي اعمل اكسترود للفريم هيحولها للاريا زي ما كنا شغالين في الخزان. فريم تو شيل عايز اكرره في انهي اتجاه؟ في اتجاه الزد. انزله تحت سالب 3 مره واحده وشيل الاصل كده. حولت الخط ده لمساحه 3 متر في البدروم مره واحده وشلت الكاميرا اللي انت كنت حاططها مبدئيا. اقول اوكي. شايف؟ قام راسم لك الايه؟ قام راسم لك الحائط. عايز تعمل ايه بعد كده؟ انا خلاص كده رسمت كل سقف لوحده، رسمت العمدان والحوايط في دور واحد بس واكررهم. عايز اكرر بقى العمدان والحوايط على كل الادوار واكرر سقف الدور المتكرر. سيلكت سيلكت. في عندي حاجه هنا حلوه اسمها اوبجكت تايب. يعني بالاوبجكت يعني كاميرا، بلاطه، عمود. عايز تختار ايه؟ العمدان والحوايط. امسك لك في اي حاجه اسمها عمود او حيطه. ايديت ريبليكيت ستوري. مش عايز تكررهم هنا؟ عايز تشيل الاصل ولا تسيبه؟ لا سيب الاصل. طيب
اطلع على سقف الدور البدروم. مش عايز تكرر ده وده وده وده. اديت ريبليكيت ستوري. ده هيتكرر من الدور الكام للكام؟ انت واقف في ستوري كام؟ ثلاثة. يعني دور واحد اترسم وستوري اتنين اترسم وستوري تلاتة اترسم. المتكرر بيبقى على ثلاثة وطالع. يبقى انا هكرر من أربعة وطالع. لأن ثلاثة اوريدي اترسم. ديليت سورس؟ لا مش عايز امسح السورس. تمام كده؟ صعب الرسم على الايتابس؟ تمام كده خلصنا موديل الايتابس. أقول لك على مفاجأة. موديل الريفت خلص. موديل الايتابس خلص، موديل الريفت خلص. متصدر بس الموديل ده زي ما هو كده الريفت، خلاص طلعت اللوح. كل مشكلتك في الشغل في الاول هي انك تظبط ملف الاوتوكاد اللي هتشتغل عليه. عايزك تعمل لي ريبليكيت لده قبل ما نعمل اول خطوه اللي هي تشيك ديفليكشن. عايز اصدر دول من دول لبرنامج السيف، اقول له فايل اكسبورت ستوري از سيف اف 2 كي فايل. عايز اصدر انهي دور؟ انا عايز اصدر الجراوند فلور اللي هو ستوري 2. اقول له اوكي سميه جراوند. افتح برنامج السيف لان ده الوحيد هو اللي فاهم القصه بتاعت الديفليكشن دي. اقول له فايل فايل امبورت سيف اف 2 كي فايل اللي هو الجراوند ده. اوبن جاب لك الدور الارضي ده كده. الدور الارضي انا عايز اعرف خلاص القطاعات وكل حاجه بتعرف. انا عايز اعرف هنا اللود كيسز بتاعت مين؟ بتاعت الديفليكشن. ديفاين اللي احنا نعرفه على اللود باترن صح؟ اعرف له ديد وربع لايف، اعرف له ديد ولايف وديد وربع لايف، ونطرحهم من بعض ونجمعهم في اللود كومبانيشن صح؟ ده اللي نعرفه. بس للاسف البرنامج المطبخ بتاعه نفسه اللي هو اللود كيس مش متعرف جواه الحاجات دي. فلازم انت تخش جوه المطبخ. مش انا قلت لك انت عندك ثلاث حاجات؟ لود باترن ولود كيس ولود كومبينيشن. لود كيس ده المطبخ بتاع البرنامج جواه الاصناف اللي هو عارفها بس اللي هم الديد اللايف الرياح الزلازل الكلام ده. لو انت عندك كيس عايز تعرفها له جوه المطبخ بتاعه يبقى لازم تخش على اللود كيس. وده هنخشها مرتين اتنين، مره المره دي في الديفليكشن ومره اخيره في الرياح والزلازل، مرتين اتنين بس. يبقى دي المره الاولى اللي هدخل في اللود كيس. اد نيو كيس دي هنقول ديد زائد ربع اللايف نون لينير كراكت او نون لينير لونج تيرم. نون لينير كراكت يعني هيعمل لك شورت تيرم ديفليكشن بس. ساعه ما تقول له نون لينير لونج تيرم اوتوماتيك بيروح مفعل لك المعامل اللي هو كريب كوفيشنت اللي هو الالفا اللي انا كاتبه لك على السبوره ده. هتاخده بكام؟ عشان قلت لك يساوي زيتا على 1 زائد 50 نيو داش وزيتا ب 2 اللي هي حرف العين ده. زيتا على 1 زائد 50 نيو داش. طيب انا لو اهملت حديد الضغط خالص مش القيمه دي هتبقى ب 2؟ سيبها ب 2. الحاله دي هيبقى فيها الديد وربع مين؟ ربع اللايف. وانا كده ضفت له جوه المطبخ الديد وربع اللايف شورت تيرم ولونج تيرم. متبقي لك قد ايه؟ 75% من اللايف. قلنا مش هنضيفهم خبط لازق كده على طول. اد نيو كيس ديد ولايف. المره دي كراكت شورت تيرم بس. ديد ولايف. اعرف كمان حاله ديد زائد ربع اللايف بس سماها شورت كده. كراكت ديد
وربع الايه؟ وربع اللاين. كده انا عرفت جوه المطبخ ان انت عندك لونج تيرم وعندك اتنين شورت تيرم. اوكي؟ تي 5. اعمل لود كومبينيشن بقى. اد نيو سميها ديفليكشن. عباره عن ايه؟ ديد وربع اللايف. ديد ولايف. ديد وربع اللايف شورت. انت كده عامل مصيبه. تضيف ديد وربع اللايف مرتين ونجمع عليهم ديد ولايف. ايه رايك لو خليت ده سالب واحد؟ اتظبط كده؟ ديد وربع اللايف ومجموع دول 75% بيعملوا شورت تيرم بس. في حد عنده مشكله مش فاهم القصه اللي انا عملتها هنا ايه؟ اقول له اوكي. دي الحاله اللي اسمها ديفليكشن. اعلم على ده واقول له اساين لود داتا سيرفيس لود، احط عليها حمل موزع اللي هو باتنين في الديد. اساين لود داتا سيرفيس لود ودخل عليها في اللايف حمل اللايف لود بكام؟ بثلاثه. اقول له اوكي. كده انت ضفت الاحمال. ران اوتوماتيك سلاب مش اوبشنز. خلي بالك هنا بيقسم البلاطات اوتوماتيك مش زي ما كنا شغالين في السيف في الساب. خلي المقاس بتاعها بنص. ران كراكنج اناليزز اوبشنز. ايه فائده الكراكنج اناليزز اوبشن دي؟ مش انا قلت لك الاي كراك هيشتغل على ان في حته من الخرسانه مع شويه حديد التسليح اللي موجودين تحت، يجيب كميه الحديد دي منين؟ فروم فاينايت اليمنت بيزد ديزاين. يعني اشتغل انت من عندك، شوف المومنت بكام وشوف هيحتاج حديد قد ايه واحسب بيه الانرشيا. ما بتتعبش نفسك في حاجه يعني. خلصت قول له رن. هيطلب منك تسيف الملف. سيف وما تقلقش هو هيطول، هياخد له بتاع 10 دقايق ولا حاجه. اعمل لي بقى الحالات دي على ما يخلص رن. سيف هنعمل ايه؟ عايز اجيب الماكسيموم ديفليكشن واقارنه بالالاوبل. يعني لحد دلوقتي عملت اول تلتين من اللي على السبوره ده اللي هو الاكشوال ديفليكشن. بقيل ان انا اقارنه بالريفرنس بتاعي اللي هو الالاوبل ديفليكشن. ديسبلاي شو ديفورمت شيب نتيجه اللوك كومبينيشن اللي اسمها ديفليكشن. اقصى ديفليكشن هنا كام؟ 27 مللي، 28 قول 30 مللي. اقصى ديفليكشن هنا كام؟ 23 24 مللي. ايه الحتت اللي عليها ظبطات عاليه دي؟ يعني كل ده هتلاقيه كلام فارغ. 3 مللي 2.1 مللي حاجه من 1000 كلام فارغ. انما الحاجات اللي مبقعه قوي دي ليه 27 ودي 22؟ بص ده كده انا لحد الان عايز اعرف الريفرنس، يعني ما اعرفش 22 ده كبير ولا صغير. درو دايمنشن لاين مش دي كانت هنا؟ الحته دي قد ايه؟ 6.2. الحته دي قد ايه؟ 8. اللي شورت منهم بكام؟ 6 على 250. اقسم ال 6 متر على 250 ده الالاول بتاعك. طلعت 30 مللي. واللي كان حاصل عندك 24 مللي، يبقى انت سيف ولا انسيف؟ سيف. طيب هات لي الديفورمت شيب تاني. ايه اللي تاني اللي كان عندك مشكله؟ المنطقه دي كده. الحتت اللي مبقعه اللي عليها لون هنروح له. يبقى احنا خلاص اتاكدنا ان الحته دي مسيفه مش عايزه حاجه. الحته دي كده دايمنشن لاين، احفظ بس المكان بتاع الحته فين. الحته دي كده 6 متر 60 والناحيه الثانيه الاقرب اكس عمدان 6 قول 7 قول 6 60. 6 60 برضه على ال 250 هتلاقيها مسيفه. طب الكانتيليفر وانت هنا بالمره طوله كام؟ 2 متر 20. طول الكانتيليفر 2 متر 20. الالاوبل الالاوبل بتاع الديفليكشن 2 متر 20 على 450. احنا قلنا الالاوبل في حاله الكانتيليفر اللي زمان على 450. طب هات كده اذا كان ديفليكشن حاصل بقد ايه؟ 72. الاول ديفليكشن لما تيجي تقسم على الكلام ده هتلاقي طالع 4 مللي، اللي هو طالع عندك هنا 70 مللي. انت واخد بالك من الفرق؟ الاكشوال ديفليكشن اللي طالع هنا 70. الاول لما اجي احسبه بالمعادله بتاعت الكود 4 مللي.
فرق السماء عن الارض. عشان احل المشكله دي، واخد بالك المشكله حاصله فين؟ في الكانتيليفر. فهمت فايده الشوكه ايه؟ لما كنا جايين نعرف ديفاين اللود كيس ورحت على الديد وربع اللايف دي قلت له موديفاي، كنا احنا واخدين الرقم ده بكام؟ بص كده على السبوره، بص كده على السبوره هنا، معنى انك خدت الرقم ده باثنين يعني انت حاسس ان يو داش بكام؟ بصوا الحديد اللي موجود في منطقه الضغط. طيب تعالى لو خدت التأثير بتاع حديد الضغط او الحديد بتاع الشوكه اللي موجود في الكانتريبر ونزود كمان التخانه، يعني خلي التخانه اللي 12 سم خليها 20. طيب انا هفرض مثلا ان التسليح بتاعك 6 في 12، هتحسب ال 6 في 12 مساحتها بكام؟ على الاريا كونكريت اللي هي 1000 في التي اس، 1000 في التي اس، تجيب النسبه دي تحسب الالفا، هتلاقي الالفا طلع معاك 1.6. دلوقتي هعمل ايه؟ هزود التخانه بتاعت البلاطه بدل 12 سم خليها 20، هاخد التاثير بتاع حاله الضغط ونشوف هيأثر عندي هنا ازاي. ايه ده؟ التخانه عشان اجيب النيو داش. النيو داش دي لما تكبر في المقام مش الالفا هتقل؟ بالديفليكشن قل. هتفك الحل؟ خلاص عرفنا المشكله فين في الكانتريفر، يعني البلاطات الداخليه دي كلها هننفذها 12. لا خلاص اللي جوه ده ما فيش فيه مشكله. مشكلتي فين بره؟ الكانتريفر ده الديفليكشن بعيد خالص عن اللوم. فك الحل؟ عايز اعمل حاجتين. ديفاين لود كيس. اخلي دي 1.6. ايه ده؟ خدت تاثير الحديد بتاع الضغط بتاع الشوكه. ديفاين سيكشن بروبرتي او سلاب بروبرتي 12 سم موديفاي، قال لها 20 سم. طب ما هو هيتغير على الكل، ما خلاص ما عدتش هبص على الديفليكشن اللي جوه، هبص على اللي بره بس. خلاص تمام اوكي، اعمل رن تاني. ده كده حل تاني، بس عملنا احنا ايه؟ زودنا التخانه وزودنا حديد في منطقه الضغط. بصوا الديفليكشن ال 70 بقت كام؟ شايف التأثير الفرق قد ايه؟ من 70 مللي ل 13 مللي. لسه برضه انا عايز اوصل ل 4 مللي، اعمل ايه؟ زود التخانه 2 سم كمان بقت 22. كان في حاجه كده كنا بنعملها في واحنا بنشتغل خرسانه، يقول لك كونكريت دايمنشن بتاعت البلاطه خدها الزبنه على 35، بتاعت الفلات سلاب خدها الزبانه على 32، بتاعت الكانتيليفر خدها الزبانه على 10. 2 و2 2 متر 20 دي لو قسمتها على 10 هتلاقي التخانه بتاعت الكانتيليفر قد ايه؟ 22 سم. عشان كده قال لك لو انت استخدمت التخانات بتاعت الكود دي ما تعملش تشيك ديفليكشن. تاني هو الكود راحوا شغالين على البرامج وعرفوا القيم بتاعت الديفليكشن اللي بتبقى الاول عند التخانات مناظره لقد ايه؟ وقال لك خد التخانات اهي اشتغل عليها. لو اشتغلت على التخانات دي او حفظت القصص دي كلها ما تعملش تشيك ديفليكشن، احنا بنفاديك الخطوه دي. طب انت عندك مشكله لما تعمل الخطوه دي وتنسى الجداول دي خالص؟ ما عنديش مشكله. لو زودت التخانه بتاعت دي ال 22 سم هتسيف. اخر حاجه عايز اقول لك عليها اللي انا قلته ده كله موجود معاك في المذكره البي دي اف من الصفحات، صفحات من صفحات من 34 لحد 39. عندي حلول لو الديفليكشن طلع انسيف، عندي كذا حل. زيادة التخانه عرفناها، حطينا حديد في منطقه الضغط اللي هيقلل الالفا بالتالي هيقلل اللونج تيرم ديفليكشن. زياده الاف سي يو، ايه تاثير زياده الاف سي يو؟ على طول بص على المعادله 5 دبليو ال اس 4.84 اي اي، معنى ان انت تزود الاف سي انا زودت الاي. عشان كده بعض الناس يقول لك ايه؟ والله انا في الكانتيليفر هحط شكاره ونص، في البلكونات هحط في الخرسانه شكاره ونص، في البلاطه الداخليه هحط شكاره مثلا. هو مش فاهم هو بيعمل كده ليه، بس هو كده وخلاص. انا خلاص هحط شكاره ونص في الكانتيليفر ليه؟ عشان تزود الاف سي يو. اما تزود الاف سي يو يعني زودت الاي، يعني قللت الديفليكشن.
عمل تحديد للبلاطه بنرفع الشده في نص الزباله. يعني البلاطه عندك مثلا هيحصل فيها ديفليكشن كام سنتي؟ 5 سنتي. والالاوبل ديفليكشن بتاعي 3 سنتي. في مشكله معاك في كام سنتي؟ 2 سنتي. تيجي وانت قبل ما تصب بتقوم رافع الشده الخشبيه لفوق 2 سنتي. لما تفك الشده هيروح مريح ل 2 سنتي ويجيب لك الالاوبل ديفليكشن بتاعك. ده اسمه تحديد للبلاطه. في طرف الكابولي نقول ال على 150 من طرف الايه؟ من طرف الكابولي. دي الحلول اللي ممكن اعملها لو طلع ديفليكشن انسيف. كده انا عملت تشيك ديفليكشن. المره الجايه ان شاء الله هبدا في تصميم العمدان بس وانا مطمن ان تخانات البلاطات كلها مظبوطه او مسيفه معايا ديفليكشن.